منطقة هلق معرضة للهجمة هي تل أبيض. ليش تل أبيض؟ إذا هون في بعض نقاط أعضاء حركة الشبيبة وكل شبيبة مناطق في شمال شرق سوريا بحملة استنفارية من نحن. شو هي مسؤولياتنا وواجباتنا بهيك مرحلة؟ استراتيجية هاي متصدى للهجمات اللي راحت سوريا، اختارت الأبيض لساحة لانطلاق أول مرحلة وحملات المقاومة اللي راح نتصدى من خلالها للعدو الفينية العثمانية. فلذلك أي موقف راح نتبناه نتخذه أساس لأننا كشبيبة الشعب في شمال شرق سوريا هو في فترة تاريخية، واللي يجوا من بعدهم بسنوات الأربعينات ستينات سبعينات ثمانينات تسعينات بسوريا عاشوا مرحلة طبيعية. ما انتهت حرب عالمية الأولى بلشت بالتطبيق على أرض الواقع في 1919. باسم الآثار نضال عزيز جبها ما يرحم بحث عن بغدادي شيل لسه شيل والحارب هو